صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 43 لسنة 2017 بتعيين الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله الخليفة السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الولايات المتحدة الامريكية بلقب سفير فوق العادة مفوض.